السلام عليكم. طريقة جديدة سهلة لبث شاشة أي هاتف إلى التلفزيون سواء كان هاتف آيفون أو أندرويد. إذا كان الهاتف في نظام آيفون نتوجه إلى متجر أبل للتطبيقات ونحمل هذا التطبيق المجاني A Power Mirror من خلال الرابط الموجود في التعليق الأول على هذا الفيديو. وإذا كان الهاتف في نظام أندرويد نتوجه إلى بلاي ستور ونحمل نفس التطبيق من خلال الرابط الموجود في التعليق الأول على هذا الفيديو. ونحمل نفس التطبيق من المتجر الموجود في التلفزيون، وهذا التطبيق موجود في أغلب المتاجر على كافة أنواع التلفزيونات. نضغط على Install، نفتح التطبيق، نضغط على Allow أو السماح، ونختار Screen Mirroring. والآن نشغل التطبيق على الهاتف ونضغط على هذا الزر الأزرق في الوسط للبحث عن جهاز التلفزيون، فيحصل التطبيق على Smart TV كما تشاهدون. نضغط على Smart TV ونضغط على Start Broadcast لبدء البث، فيتم توصيل شاشة الآيفون بالتلفزيون كما تشاهدون. ونفس العملية بالنسبة لهواتف أندرويد، نضغط على هذا الزر في الوسط فيعثر التطبيق على سمارت تي في كما تشاهدون. نضغط على سمارت تي في ونختار ميرور سكرين، نختار هذه المرة فقط ونختار البدء الآن، فيتم بث شاشة هاتف الأندرويد على التلفزيون كما تشاهدون.